اهلا وسهلا يا اصدقاء، كيف شو الاخبار؟ معكم رفيق من قناة ريكورايز. اليوم عندنا القسم الخامس والاخير من انمي العدة الحلوة. اذا ما كنتوا شفتوا الاجزاء السابقة فرح تلاقوه موجودين فوق او بصندوق الوصف. اول شي بدي من كل حدا فيكن يخبط لايك ويشترك بالقناة، وهيا لنبدأ. بالفيديو السابق شفنا كيف ميشا هاجمت شياوسين ومصت كل دمها، واجا لوي لينقذها. بعدين أخذها للمستشفى وحطوا له محاليل، ولوي ضل قاعد جنبه وكان قلقان جدا عليها. فدخل لعندهم شين وقال له الطبيب قال انه البنت المسكينة صارت خارج دائرة الخطر، ليش ما بتروح ترتاح شوي؟ فرفض لوي انه يتركها وسأله كيف صارت ميشا؟ فرد عليه شين هي اعترفت بانها كان بدها تمتص كل دم شياوسين، بس بالاخير تم مهاجمتها من قبل ذلك الرجل ذو الرداء الاسود، وكمان السلاح اللي استخدمه هذاك الرجل ليطعن فيه ميشا من المحتمل انه خنجر مصنوع من الفضة. فقال لوي من فترة طويلة تم تدمير جميع الفضيات الموجودة بهذا البلد، وكل عام بيكون في تفتيش ومراجعات. قبل 10 سنوات حدثت أعمال شغب بواسطة صيادي مصاصي دماء. هل بدك تقول أنه الرجل ذو الرداء الأسود صياد مصاصي دماء؟ فرد عليه شين ما تستبعد هذا الشيء، بس حتى لو كان هذا صحيح فالأمور ما رح تكون بهي البساطة. هاي الشغلة صارت بالمدرسة، هل رح تخبر المدير لودي أولاً؟ فقال لوي خلي هذا الموضوع لمجلس الشيوخ، هو عنده الكثير من الاشياء ليتعامل معها. فرد عليه شين هي للحظ السيء، اذا كان هذا الشخص هو حقا مصاص دماء فلازم يكون هدفه الاساسي ميشا فقط، بس كيف تورطت هذيك الفتاة المسكينة بهذا الشيء؟ على العموم انسى هذا الموضوع، انا رح ارجع للبيت، اذا صار شيء اتصل فيني. وراح شين وترك لوي جنب شياوسين اللي كانت نايمة وعم تحلم باليوم اللي قتل فيه ابوه وامه، وكانت عم بتصرخ وهي نايمة. ولوي مسك لايده وقال لها لا تخافي أنا هون جنبك، نامي باطمئنان. وصباح اليوم التالي فقت شياوسين، ولما فتحت عيونها لقت لوي نايم جنبها وهو ماسك لإيدها، فطلعت فيه وقالت جواتها هذا هو، عن جد هو. ففاق لوي وطلع فيها وقال لها أنت فقتي؟ كيف حاسي حالك هلأ؟ هل في شي عم يوجعك؟ فسحبت شياوسين إيديها وبعدت وقالت جواتها الشخص اللي كان عم يهديني بأحلامي كان هو، ليش عم يعمل هيك؟ هذا مو نوع من السخرية. وكانت عم تبكي، فقام لوي وقال لها هل عم تحسي حالك مو منيحة؟ رح روح استدعي الطبيب ليشوفك. فمسكته شياوسين من قميصه وقالت له ما في داعي، هذا مو لأني عم بشعر بالتعب. فقرب لوي لعنده وحط ايده على وشه وقال لها عن جد؟ لكن ليش عم تبكي؟ انا ما عملت لك شي بيخليكي تبكي، او ربما لاني كنت عم اتجاهلك شوي فهذا اللي خلاكي متأسرة صحيح؟ فتوترت شياوسين وقالت له ليش انقصني مرة تانية؟ واضح انك كنت لساتك عم تتجاهلني لانك. فقال لا لانك خادم الدمي. وكان رح يضمها فبعدته هي عنه وقالت له لا توقف، ما بدي اياك تكون لطيف معي، اذا استمريت بهي الطريقة انا رح صير غريبة الاطوار اكتر وما رح اعرف حالي. من البداية انا كنت بكرهك، بكرهك جدا، وهلأ واضح اني انا بكرهك من كل قلبي، بس ما في اني ما فكر فيك او اهتم فيك، قلبي مو معي وعقلي مو معي، ما بعرف امتى بلش هذا الشيء، ما بعرف كيف خرج قلبي عن السيطرة، كيف صار هيك؟ هذا مو الشيء اللي كنت عم حسه بالسابق، انا حقا عم اشعر بالغضب من حالي، انا ما بعرف كيف بدي وقف التفكير فيك. فقرب منا لوي وهمس بإذنا وقال لها أنت بتحبيني صحيح؟ فتلبكت شياوسين وقالت له كيف؟ مستحيل أنا بكرهك. فنزل علي لوي بقبلة حارة على شفافها وهي غمضت عيونها وبادلته القبل، ومسك من وشها وطلع جوات عيونها وقال لها أفراحك وأحزانك رح تتغير بسبب كلماتي وأفعالي، هل فيكي تفهمي شو قلته؟ فردت عليه أنا ما عندي شي أقوله. فطلع فيها لوي وحط إصبعه على شفافها ونزل وأشار لقلبها وقال لها عقلك وقلبك أيهما الصحيح؟ فردت عليه شياوسين حتى لو كان حقا مثل ما عم تحكي، بس أنا بالنسبة إلك مجرد بديل. فقرب لوي لعنده وقال لها بالنسبة إلي ما في حدا حوالي هلأ غيرك أنت، هي هي حقيقتي.
فبلشت شياو سين تبكي، وهو فتح تمه ولحس الدموع اللي عم تنزل من عيونه بلسانه ونيمه وطلع فوقه، وهي قالت جواتها بس ما فيني حبه، وكمان غير مسموح اني حبه، لازم يكون الشخص اللي بيفهم هذا الشيء اكتر من اي حدا تاني، بس ليش في شيء عم يشدني؟ وبهي الأثناء كان في ولد اسمه كينزي، وهو كمان خادم دم عند مصاص الدماء، ولما طلع من الحمام لقى الملكة تبعه النايمة على السرير عم تستناه، وقالت له أوه كينزي كنت عم استناك لفترة طويلة. فطلع لعنده على السرير وقال له آسف خليت الملكة عم تنتظر لوقت طويل. فردت عليه لكن تعال خليني ارضى عليك. ايه صحيح، مو كان بدك تفوت تدرس باكاديمية عائلة لوبيز؟ رح ساعدك اذا خليتني اشعر بالمرح. فقال له تمام انا رح خليك تكوني اسعد امرأة بالكون. وباليوم التالي كان لوي برا المستشفى وترك شين مع شياوسين، ولما رجع سأله كيف صارت اليوم؟ فرد عليه شين لساتها تعبانة، شفت غفيت لهيك طلعت شوي لبرا، وبعدها اجيت انت، لك انت ما رحت هذا الصباح لمجلس الشيوخ؟ هل انت الآن بسبب هذا الموضوع؟ فرد عليه لوي في كتير اشي عم تقلقني. بعدين دخلوا لعند شياوسين ولقوها قامت من السرير، فقال له شين شو عم بتساوي؟ انا طلعت بس شوي لاجي هلا ولاقيكي فاتي بسرعه، انت ما بدك ترتاحي ولا شو؟ لوي رح يقتلني بعد ذلك. فغار علي لوي وقال له لا تهمس بإدنا قدامي هيك، وطلع فيه وقال له جسمك ما تعافى لسه ليش امتي؟ فردت عليه كنت بالسرير لعدة أيام بدي أطلع لأتمشى شوي. فطلع فيا لوي ومسك من إيده وقال له بدك تطلعي لبرا؟ بس أنتي مسموح إلك بالخروج معي أنا وبس. وأخذ معه وقال لشين رح نطلع هلأ بنزهة لا تلحقنا. وشين تفاجأ وقال جواته إيه وهلأ شو بدي أعمل؟ آه صحيح رح روح ولاقي أخ شياوسين الأصغر لأتسلى معه، طالما مو مسموح لإله بمعرفة إنه أخته دخلت المستشفى للعلاج فهذا جيد. أما لوي فأخذ شياوسين لحديقة المستشفى وكانت جميلة جدا وقال له هل عجبك المكان؟ فردت عليه ايه هو جميل جدا. وفجأة شافت شياوسين طفلين عم يلعبوا سوا ويضحكوا، فحست بالحزن ولوي مسكة وقال له شبك شوفي؟ فردت عليه لما شفت هدول الطفلين عم يلعبوا تذكرت أخي. فلف لوي وشه لعنده وقال له هاي أو لا تعملي هيك، الشخص اللي معك هلأ هو أنا، لا تفكري برجل آخر وإنتي معي مفهوم؟ فردت عليه أخي الأصغر ما بيعتبر رجل آخر غريب. فضم لوي وقال له هلأ فيك تفكري فيني أنا وبس، هل فهمتي؟ بالمرة الجاية جيبي أخوكي معك. هل أنت جوعانة؟ شو حابة تاكلي؟ فردت عليه ما في شي ببالي. بعدين كانوا عم يتمشوا بشوارع المدينة، وفجأة أجل عندهم طفل صغير متشرد ومسك لوي وقال له يا سيدي أنا جائع هل فيك تساعدني؟ فطلع فيه لوي نظرة مرعبة، والطفل المسكين خاف وبلش يرجف من الرعب. وشياوسين قالت جواتها هذا سيء، هذا الطفل لسه ما بيعرف كيف يميز بين البشر ومصاصي الدماء، إذا عصب لوي فرح يكون بخطر. فمسكت لوي من إيده وقالت له بدي روح لهذا الجانب فينا نروح؟ واخدته ودخلوا لمطعم وقالت له هل ممكن نتناول الطعام بهذا المطعم؟ فرد علي لوي مثل ما بدك، بس هي المرة الأولى اللي بتبادري وتمسكي إيدي. وهي انحرجت وفلتت إيده، ولوي ابتسم ومسح على شعره وقال له خلينا نقعد بهذا المكان. فقعدت شياوسين ولوي راح يحكي مع نادل المطعم، وهي قالت جواتها هل هو عم يطلب منه الطعام؟ لا غير صحيح، الاتجاه اللي عم يشير له هو هذاك الطفل المسكين، هذا سيء، هل راح يروح لوي ليأذي هذاك الطفل؟ وفجأة شافت النادل طلع وقدم طعام للطفل المتشرد، وهون عرفت انه لوي هو اللي ارسل الطعام للطفل المسكين. فانبسطت وقالت جواتها ما كنت اتوقع انه لوي رح يساعد الطفل البشري، كيف بقاوم هذا الشعور بالذنب؟ هل من الخطأ اني اسأت الظن بلوي؟ وبعد شوي اجا لوي قعد معه على الطاولة وجاب كاسة عصير بيشربوا منه شخصين.
فتلبكت شياو سين وقالت جواتا، هل بده يضايقني مجددا؟ ليش جاب كاس واحد من العصير وكمان هو كاس لزوجين؟ شو بدي ساوي؟ عم بشعر بالعطش. فقال لوي، ليش عم تطلعي بكاسة العصير؟ بدك تشربي؟ لكن اشربي يلا، شو عم تستني؟ فقربت شياو سين وقررت تشرب، ولما بلشت تشرب العصير قرب منها وقال لها، بالتأكيد رح نشرب سوا، ومسك الشلموني وبلش يشرب معها، وعيونه كانت مع عيونها، وكانت شياو سين خجلانة وقلبها عم ينبض بسرعة، وكانوا هن الاتنين مغرومين وغرقانين بحب بعض. والمساء رجعوا للمستشفى ولقوا شين عم يستناهن عند الباب وقال لهم، واخيرا رجعتوا؟ فرد عليه لوي، انت لساتك هون؟ فقال له شين، شو انا واقف هون عم استنى الاوامر؟ ايه صحيح، مجلس الشيوخ بدهم يقابلوك، انا رح ضل هون وانت روح، سيارة عم تستناك. فقال لوي، هؤلاء الرجال العجائز هن المزعجين حقا. تمام انا رايح. وقرب لوي من شياو سين ومسح على شعره وقال له، انا رح روح لشوفهم وانتي لازم ترتاحي شوي. وركب بالسيارة وراح، وشياو سين دخلت مع شين وقال له، ايه هل كنتي سعيدة بالموعد الغرامي اليوم؟ فردت عليه، موعد؟ لا ما كان هيك. فقال له، عن جد؟ انتو حقا بتحبوا بعض بس انتو بتخجلوا، بالواقع انا بحب علاقتكن هاي، ولا تقلقي كتير مشان اختلاف العرق، يعني حتى اذا كنتي بشرية وهو مصاص دماء فما رح تكون هاي مشكلة. وشياو سين سكتت وقالت جواتا، العرق؟ نحن بنحتقر مصاصي الدماء لأننا بنشعر أنه نصنف وحشي وقاسي، بس البشر ومصاصي الدماء بيختلفوا بأي نقطة. وشين قال لا، هاي شياو سين وين شردتي؟ هل لاحظتي أنه عيوني بتختلف عن بقية مصاصي الدماء؟ بس أنت غالبا ما بتطلعي للأشخاص مباشرة، بالواقع أنا نسلي من مصاصي الدماء وبشرية، لهيك بؤبؤ عيني مو خطي مثل بقية مصاصي الدماء. فاستغربت شياو سين وقالت له، بشرية ومصاص دماء؟ فرد عليها، ايه هذا صحيح، لهالسبب من طفولتي كنت دائما منفور، بس لوي هو الوحيد اللي ما بعد عني، بالنسبة لإلي كان ولا زال صديق الصدوق وأخ لإلي. انتي هل بدك تعرفي عن ماضي لوي؟ وشياو سين بلشت تفكر وقالت جواتا، سواء قبلت أم لا، اسم فولي رح يضل دائما عالق بذهني. فتوقف شين وقال له، بالواقع هاي أمور شخصية، من الأفضل أني أترك لوي هو اللي يحكي لك إياها، آسف أنا أخذت راحتي معك بالكلام. وشياو سين ردت عليه، لا عادي مو مشكلة. بعدين وصل لغرفته وقال له، رح خليكي ترتاحي هلأ، بتمنى لك ليلة سعيدة. فدخلت شياو سين للغرفة وحاولت تنام بس ما قدرت، وكانت عم بتفكر لما سأل شين إذا حابة تعرف عن ماضي لوي، فقالت جواتها، بالواقع بهذاك الوقت لما تذكرت فولي اكتشفت شي آخر، لما تذكرت فولي اكتشفت شي تاني، وهو أني ما بدي أعرف عن ماضي لوي من خلال شخص آخر. يبدو أنه شين لاحظ هذا الشي، أنا حقا وقعت بحبه؟ لا لا لازم سيطر على حالي. وفجأة لقيت لوي قدامه وقال له، على شو بدك تسيطري بالضبط؟ فتفاجأت شياو سين ولوي مسكة من خسرة وضمها لعنده وقال له، لا تحلمي انه بمقدورك الهرب، انا ما رح اتركك. فقالت له، انت ما رحت لمجلس الشيوخ؟ فرد عليها، انا خلصت شغلي ورجعت على الفور. ولف لعنده وحط وشه قدامه وشال يشم انفاسه وقال له، بدي اياكي تمدحيني. فاستغربت شياو سين من طلبه وهو قال له، بدي اياكي تمدحي مالكك اللي بيشتغل باجتهاد. فطلعت فيه وانفجرت من الضحك وقالت له، غريب جدا انت طفولي. فابتسم لوي وطلع فوقه وقال له، انت بتتجرأي على الضحك على مالكك؟ بعتقد انه شجاعتك عم تكبر يوم عن يوم، هذا ليس جيد، بس هي المرة الاولى اللي بتضحكي فيها قدامي، وبسبب هذا الشي فانا رح اغفر لك وسامحك. لو كمان عم تتجرأي على قول اني طفل، ما بدي اقول انك انت الطفلة لانك قصيرة مثل براعم الفاصولياء. فقالت له، انا رح كون اطول بالمستقبل. فرد علي، اوه عن جد؟ لكن حتى يجي هذاك الوقت فانا رح ناديكي برعومة الفاصولياء.
وقرب منها وعطاها قبلة على شفافها. وشياوسين صارت عم تستمتع بهذا الشي وتطلع فيه وقال لها أنا لساتني بقدر أني أعمل إشياء أكتر تهور، هل بدك تجربي؟ وهي خجلت وسكتت فقال لها سابقا لقد كان اتفاقنا قبلة كل يوم، والليلة رح نقبل بعضنا البعض لنعود الليالي الماضية. فقالت له شياوسين إذا قلت لك لا هل رح تتوقف؟ فرد عليها إذا كنتي شخص متجاوب معي أولا فساعتها رح فكر مرة تانية. وهون شياوسين اطلعت بعيونه وحطت ايده على رقبته وسحبته لعندها وقبلته على شفافه فقال لها اوه هذا فقط؟ رح أعلمك كيف بيكون التقبيل الحقيقي. ونزل عليها بقبلة حارة جدا وكانوا هن الاثنين مستمتعين. وشياوسين قالت جواتها منذ لقائي فيه لهلأ حتى ولو احتضنت لمرات عديدة لساتني ما عم افهمه بوضوح، ما عم بقدر حتى التمييز بين هلأ وين ما كان بالماضي، شو هو الحقيقي، وكمان لساتني ما عم اعرف هو كيف عم يشوف وجودي. بس حتى لو ما كنت بعرف كيف فأنا لساتني عم أغرق ببطء بحنانه. وهون قررت شياوسين إنها ما تكون عنصرية وإنها رح توثق فيه لأنه مو كل مصاصي الدماء بيشبهوا بعض. وعلى الرغم إنه تفكيرها هاد من المحتمل إنه يرفضوا العالم، بس مهما صار معها فهي ما رح تترك إيده الليلة. وضمته بقوة لعندها وعاشوا ليلة جميلة مليئة بالقبل والحب. وبعد كم يوم كانت شياوسين مع الشين عم يتناولوا الفطور بمطعم المستشفى، وشياوسين كانت شاردة فقال للشين شبك هل الإفطار بالمستشفى سيء؟ فردت عليه لا بس لوي مشغول جدا هاي الأيام وأنا بس عم أقعد هون بدون ما أعمل أي شي. فقال للشين أوه واضح أنك عم تشتاقيله كتير. فقالت له لا مو هيك بس عم اشعر انه جسمي تعافى وما بدي الاستمرار بتضييع الوقت هون بالمستشفى، انا كمان عندي شي لازم اعمله وهو اني ارجع للمدرسة اليوم مشان الاختبار، ما في الحصول على نقاط بدون الاختبار وكمان ما بدي هذا الشي. فرد عليها هل هذا مهم بالنسبة لك؟ تمام رح رافقك بالطريق. وبالفعل طلعت شياوسين من المستشفى ورجعت للمدرسة وكان مع شين وقال لا لازم ضل معك لأنه لوي طلب مني أني اهتم فيكي. فقالت له شو عم يعمل لوي هلأ؟ فرد عليها بسبب الشي اللي صار حول صياد مصاصي الدماء فهو مشغول جدا. أوه أنا قلت هذا عن طريق الخطأ، لابد أنك ما سمعتي عن هذا الموضوع من قبل، اطمني لوي فيه يتعامل مع هذا الموضوع. والطلاب بالمدرسة كانوا عم يحكوا عن شياوسين وقالوا هتطلعوا هي الحقيرة شياوسين، بعد ما تم التخلي عنا من قبل الأمير ارتبطت من مالك جديد بهي السرعة، هل هي عاهرة أم هي جيدة حقا؟ بس هالمرة مو كأنه المالك من أتباع الأمير لوي؟ فراح شين لعندن وقال لهم يا رفاق أنتوا غلطانين كتير بالشي اللي عم تحكوه عني. وهنن انصدموا وخجلوا واعتذروا وراحوا يركضوا. وشياوسين قالت له بعتذر لأني ورطتك بهذا الشي. فرد عليها شين مو غريب أنه لوي ما بيسمح لك بالذهاب للمدرسة لحالك، لسه لازم عليه يروح للمدرسة ليتعامل مع هي الشؤون المدرسية، حتى أنه نتجرأوا على قول الإشاعات عني كمان، هي حقا جرأة كبيرة. بعدين وصل لباب قاعة الامتحان وقال له رح يبلش الاختبار قريبا، روحي انتي وانا رح اتجول حول المدرسة بانتظارك. فدخلت شياوسين لتقدم امتحانها وشين قرر يروح يخبر لوي عن حالتها. وبقاعة الامتحان كانت شياوسين عم بتجاوب وقالت جواتها ما فيني الفوز بمنح دراسية اذا كان عندي نقص بالاختبارات، النفقات الطبية اللي دفعها لوي لشياولينغ لازم علي رجعها عاجلا ام اجلا، وكمان ما في اسمح لشياولينغ انه يعرف اني تعرضت لأي ودخلت المستشفى من أجل راحة باله وسلامته. تحملت عدم رؤيته بس بعد نهاية الامتحانات رح يكون عنا يوم عطلة، ساعتها رح أتمكن من زيارة أخي. وفجأة في واحدة من الطالبات رفعت إيدها وقالت أيها المعلمة شياوسين عم بتغش، شفتي ورقة الغش عندها بالدرج؟ واتطلعت شياوسين فلقيتهم حاطين لها ورقة بدرجة، والمدرسة قالت لا شياوسين أنت قمتي بالفعل بمثل هذا العمل المشين؟ رح تقوم المدرسة بمعاقبتك على هذا السلوك. وشياوسين ردت عليها أيها المعلمة أنا ما عملت شي، ما كنت بعرف حتى أنه كان في ورقة غش بالداخل.
والمدرسة ما صدقتها، فقالت لشياوسين: أيها المعلمة، هذا غير منطقي. أولا بناء على إنجازاتي بالمدرسة فأنا مو بحاجة للغش على الإطلاق، وتانيا رفيقي تعرفي إذا كان خط الإيد اللي بهي الورقة هو خطي أنا أو لا. والبنت الحقيرة قالت لا، فيكي عمدا انك ما تكتبي بنفس طريقة خطك، ممكن تكون انجازاتك السابقة كمان بسبب الغش. من الواضح لنا جميعا انه شخص مثلك فيه يستخدم وسائل قذرة مثل هاي. وفجأة دخل عليهم لوي واخذ الورقة وقال لهم: مين هو اللي بيستخدم وسائل قذرة؟ اتركي خبراء تقييم خط اليد يفحصوا ورقة الغش، وبالإضافة لهذا الشيء بعتقد أنكم كلكم ما بتعرفوا مين بتكون هاي، واليوم رح خليكم تعرفوا هذا الشيء بوضوح. ومسك شياوسين من إيده وسحبه، وأمر الطلاب كلهم أنهم يلحقوه للساحة، وأخذ شياوسين ووقفه بالبلكون وطلع على كل الطلاب وقال لهم: كلكم اسمعوني، هي البنت اللي بتدعى شياوسين هي خادمة دمي حصريا، ومو مسموح لأي حدا انه يمسها بأذى، فهمتوا؟ وهون شياوسين تذكرت أول يوم قابلته فيه وكيف أمر الطلاب أنهم يعذبوها ويعملوا فيها اللي بدهم إياه، وهلأ بعد ما وقع بغرامة صار بيدافع عنها قدام الكل، وجميع الطلاب انصدموا وسكتوا لأنهم بيخافوا من لوي. وهو قال لا اسمعي، رح تنتقلي مباشرة لصفي بجانبي، ما رح تكون عندك أي من هاي المشاكل. فردت عليه شياوسين: بس هذا مخالف للقوانين، وكمان أنا لساتني ما بقدر أتقبل الأماكن المليئة بمصاصي الدماء. فقال لوي: القواعد صحيح، في شخص كسرها بالفعل، وكان هذا الشخص اللي كسر القواعد هو كينزي اللي انضم جديد للمدرسة ورح يكون مع لوي وشياوسين بنفس الصف، وكان عم يطلع فيهم وعيونه مليانة بالتحدي والأسرار المريبة، وكان كل واحد من الشخصيات عم بيفكر بهدفه. وهيك خلص الموسم الأول من إنمي العضة الحلوة. الموسم الثاني لسه ما انعرض، بس إذا كتير حابين تعرفوا تكملة القصة وشو اللي رح يصير مع شياوسين ولوي، فبدي لكم أنه فيني كملكم إياها بس من المانجا أو من المانهوا، فبدي أكون تفكروا وتقرروا إذا بدكم تستنوا الموسم الثاني. ما في مشكلة إذا ما بدكم تستنوا الموسم الثاني وكتير متحمسين، ففرجوني هذا الحماس واكتبوا لي بالتعاليق، وإذا وصلتوا هذا الفيديو لخمسة آلاف لايك خلال 4 أيام فأنا رح كفي لكم القصة، إذا ما وصلتوه فرح أعمل إنمي جديد. لا تنسوا يا أصدقاء تابعوني على تيك توك وعلى إنستغرام وعلى قناتي التانية باليوتيوب، رح خلي لكم روابط بأول تعليق. كان معكم رفيق من قناة ريكورايز، شكرا والسلام عليكم.